هي ساعات قليلة فقط تفصلنا عن موعد إعادة فتح بيوت الرحمن أمام المصلين على غرار مسجد عمر بن الخطاب وسط مدينة جيجل، والذي يشهد منذ قرار إعادة الفتح تحضيرات وقائية وصحية مكثفة. فتح المساجد بعد بيان السيد رئيس الحكومة فيما يخص إعادة فتح المساجد مع احترام كل الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار وباء كورونا. مكلفين بالصفحة تاع المسجد عمر بن الخطاب على الفيسبوك ننشر منشورات توعوية وترويجية على نظافة المصلين ونظافة المسجد من أجل حماية أنفسهم وحماية باقي المصلين، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. احترام مسافة الأمان، توفير السائل المعقم، وقياس درجة حرارة الجسم هي أهم الإجراءات الوقائية التي سيسهر عليها عدد من المتطوعين قبل أثناء وبعد كل صلاة. تم يعني تنظيف البساط كله، ثم بعد ذلك تم تعقيمه، ثم بعد ذلك وضعنا المعالم للمصلي داخل المسجد في التباعد والجماعة. نعم، هناك ربما يعني صورة نموذجية كيف سينتشر المصلون داخل المسجد. يبقى قرار إعادة فتح بيوت الله أمام المصلين نعمة وفرصة للعودة لصلاة الجماعة والدعاء لرفع هذا الوباء مع مراعاة تدابير الوقاية للحد من انتشاره مجدداً.